تقول إن والدتها توفيت وعليها صيام شهر لم تستطع أداءه، فبعد أن توفيت صام ابنها عنها 30 يوما متقطعة، فهل يجوز هذا وهل يلزم شيء آخر غير الصيام؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت أمكم تركت الصيام للمرض ولم تستطع قضاءه حتى ماتت فليس عليها شيء، أما إذا كانت شفيت من المرض وتمكنت من القضاء ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر وتوفيت ولم تقضي، فإن عليها الإطعام، أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، وإذا صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك، لكن الإطعام متعين. نعم، لا يغني عنه الصيام، لا يغني عنه الصيام، لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينا إذا كانت تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى أتى عليها رمضان آخر وماتت، فإنه لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينا، كل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، وإن صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم.